ضيف الأسبوع المغربي إدريس الشجر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. من يعرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يفاجئه موقف الاتحاد الاشتراكي بالخروج للمعارضة. نحس في كل تصرفات الحكومة أنه ماشي الحكومة اللي حاضر، حزب العدالة والتنمية اللي حاضر. احنا جينا باش نزيدوا الجرعة ديال التطور وديال الديمقراطية وديال الحداثة. المظاهرة اللي عرفتها الدار البيضاء ممكن تتأسس لفرز جديد في المجتمع. الظاهرة اللي تشوفوا في مصر اليوم، تونس وفي ليبيا، ديال قوة الإسلام السياسي لا تجدها في المغرب. خشية كل خشية، هذه المكاسب الكبيرة نأسس لها بتقاليد محافظة. ضيف الأسبوع من المغرب الليلة 10:30 على نسمة.